الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبن ريق العيدان المصلوبين في النار أحسنوا إلى مبغضيكم أي طب دلوقتي قوم بقى يا حبيبي اغسل وشك عشان زمان خلق الله يرحمك يا مرات خالي كانت ملاك صدقني يا شاكر عارف عارف لو انت عرفت منين بقى يا سي شاكر هي اللي بتقدر على فمها تطلع البيت لامها جاتك ايه يا شاكر ما كنتش برتاح الا وانا في حجرها افتكر مره قبل شهاده الاعداديه كنت راجع من المدرسه في امانه الله ام فرغ خطف مني الشنطه ورماها في الترعه السلام على الاجرام كان فاكر انه بكده هيتفوق على ناجي في الامتحان لكن الخير غلاب ولاد الحلال جمعوا له كل الكتب والدروس وناجي نجح وفرج سقط ومن يومها ما كملش علام محدش كان بيقدر عليه محدش دي امه دايره وراه زي القطه اللي تخربش لو حد مد ايده على عيالها ده انا نوبه بقول له اختشي يا فرج وبعمل له كده كده مفيش اكتر من كده بصيتها لقيتها دايره في وسط البلد وهي حاطه الطيله فوق دماغي وتولول وتصرخ وتقول يا عيني يا ابني يا اللي ضرب اليتيم يا ابني يا اللي مالكش اب يدافع عنك يا ابني فضحتني جرستني من يوميه ما تعرضلهوش ابدا محدش مقويه غيرها تشرب شاي يا ناجي ايوه لو سمحت يا نعم وانا كمان الله انت بتضحكي على ايه اصلي افتكرت بسمه بسمه مين بسمه بنت خالتي كان دايما فرج بيعكسها واحنا بننام للنهار وفي يوم جت بسمه تاني كان عمري وقتها يجي 19 سنه مش هتملي لا املي انت القوي انت تلفتي على ايه اهو جالك اللي بتتلفتي عليه بقولك ما بتلفتش طب يلا يا اختي صباح الخير يا بنات صباح النور صباح الخير يا بس ابعد يا فرج ابعد يا فرج ورحمه ابوك طب ورحمه ابوك يا نباع ايه الرزاله دي رزاله طب انا حواليك ايه رزاله بجد هات البلاط يا فرج هتجيبه ولا لا لا ممكن قولينا هتعملي ايه هصوت عالي وصوت والم عليك اهل الشارعين صوت صوت يا بنت وسامعيني صوت عيالي كده طيب خد اي كده كده حورتيني هبع البلاط خلاص كده انا فلاك حاسه من كسر هات البلاط يا ناجي الله يخليك خد يا
بسمة، احنا كنا بنهزر. اديتها لبلص ليه؟ اديتها لها ليه؟ هو بتاعك ولا بتاعها؟ وانت مالك يا اخي؟ اعل يا فرج. مش عارف، ورينا هتعمل ايه؟ كان حتة منظر. وعلى قد ما كان نقرهم من نقر بعض يا شاكر يا ابني، الا انهم ما كانوش يستغنوا عن بعض ابدا، ما كانوش يسيبوا بعض، دايما مع بعض. ليه؟ ما اعرفش. كل واحد عايز التاني عشان يتباهى عليه. زي النور والضلمة. عكس بعض لكن محتاجين لبعض. النور محتاج للضلمة عشان يبقى نور، والضلمة محتاجة للنور عشان تبقى ضلمة. بس النور والضلمة عمرهم ما يعيشوا مع بعض. أنا وفرج عشنا مع بعض شبابنا كله. أهلا يا فرج. إزيك يا قمر؟ كويسة يا ضمان. مالك؟ مزعبب ليه؟ مش مزعبب ولا حاجة. ياه، وأنا تايهة عنك. قولي مالك؟ مفيش. لا، في ايه؟ مفيش حاجة يا ماما. انا؟ طب امال ايه اللي جابك؟ ده يا شقر عليك. كذاب في اصل وشك. ناجي رجع يا ماما. بعد الزمان ده كله. ايوه. وده بقى اللي قلبك؟ ايوه. خايف منه؟ خايف؟ انت بتقول ايه؟ تقدر عليك؟ اقدر عليك وعلى عشرة زيه. دراعك جامد ونبك مسنون؟ طبعا. يبقى تفرد وشك واقوم اعمل لك الشاي. الا قولوا لي يا جماعه. ايوه. فين جمال؟ هو الوحيد من اهل البلد اللي انا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي. ايه؟ في ايه؟ جمال جرره حاجة؟ سافر؟ ساب البلد؟ جمال ماله يا خالي؟ جرره ايه؟ جمال يا ابني، جمال تعيش انت. مات؟ جمال مات؟ ازاي؟ جمال اتقتل يا ابني. اتقتل؟ ازاي اتقتل؟ الحقيقة ناجي يا ابني، الموضوع ده اتقال فيه كلام كتير. أنا عارف إن فرج بيهدد بمناسبة ومن غير مناسبة بيهدد بالقتل، لكن ما أعتقدش أبداً إنه يستجري ويعملها. أديك قلت فرج بنفسك أهو، والبلد كلها بتقول كده. أنا ماليش دعوة باللي بتقوله البلد، أنا عاوز أعرف الحقيقة. هو مش حصل تحقيق؟ في ناس بيقولوا إن فرج ما قتلش جمال، إنما هو السبب في قتله. لغز ده ولا إيه؟ أنا أحكي لك الحكاية وأنت احكم بنفسك. اصل الموضوع مش واضح وسهل زي ما انت متصور. يلا يا رجاله، الهمه شويه، كملوا سد الميه. الارض بتاعتنا محتاجه الميه كلها. انا حوصل لغايه الساقيه وجاي.
ولدي مين ده؟ يا ولدي ايه مالك؟ ايه؟ ما تبصولي كده ليه؟ ما تبصولي كده ليه منك ليه؟ ما تبصولي كده ليه زي ما تكون انا اللي قتلت؟ اخرجني زي ما تكون انا اللي قتلت؟ يلا يلا شيلوه من هنا يلا اتحرك انتوا هو ده اللي الناس بيقولوه اللي بيقولوه ولا اللي شافوه صدقني يا ابني محدش عارف طب والبوليس والنيابة والتحقيق انا اول ما سمعت الخبر رحت جد لقيت منظر مرعب هو في رعب اكتر من اللي حكاه خالي ابني حبيبي ابني يبارك ربنا يا انا مرعبتي إله يحرق قلبه اللي قتله إله يحرق قلبك يا فرس لا 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 سيبه مكتوب سيبه مكتوب مش كده يا خدتم جمال لا سيبه مكتوب مكتوب خرافة يا جمال لا سيبه مكتوب خلي الذرية كلها خلي ربنا نشوفه خلي ربنا يشوف الظالم اللي قتله خلوه مكتوب يلا بينا نروح نروح ازاي ونسيبه نسيبه في الخلا نسيبه يا سمير نسيب ابوك يا سمير الله يعزي عزيمي عزيمي ازاي لا انا مش هعمل له جنازه ولا هلبس اسمي لحد ما اشوف دم اللي قتله سايح زي ما سيح دمه زي ما سيح دمه دم يا غار مش فايد انت عملت ايه يا فرد اسكت يا فريد اسكت ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه القطر اكل جمال والدم طرطش عليا هو اسكت ايه ما حصلش يا فهيمه ما حصلش هتغسلي لي الجلابيه ولا لا حاضر انا هخش استحمى وجهزي لي خيار نظيف يعني فرج هو اللي قتل جمال ولا لا هو ده السؤال يا ابني ما انت عارف ما فيش اكتر من الكلام في بلدني البلد مقسومه نصين شويه يقولوا فرج هو اللي قتله وشويه يقولوا لا ده كان قاعد جنب جدته مذهول ده حتى اللي بيقولوا ان هو ما قتلوش بيقولوا هو المسؤول عن موته لان جري وراه لحد سكه القطر والتحقيق انتهى على ايه التحقيق هو مش في تحقيق حصل ولا ايه ايوه النقطة بعتت صول وعساكر عشان يحرسوا جمال لحد ما النيابة توصل ووصلت وصلت لكن بعد ايه؟ البلد كانت مولعة نار ايوه كانت الناس كلها ملمومة عند شريط السكة الحديد وام جمال كانت وسط الناس قاعدة تولول وتصرخ وهي بتهيل التراب على دماغها خدوه على المشرحة واستدعي لي الطبيب الشرعي حاضر يا سعادة الباشا يعني هو هيباتي الليلة في المشرحة؟ طبعا إيه هات لي الشهود وحصلني بيهم على النقطه شهود شهود ايه يا باشا الشهود اللي شافوا اللي حصل ما هو اكيد طبعا في حد من الناس دي شاف الحادث إيه ما اعرفش يا سعاده الباشا طب انا هعرف منين بس ما هو اكيد لازم حد شاف حاجه ايوه في طبعا شهود واكيد طبعا مش هيشهدوا ما انا الصنف ده عارفه كويس جدا طب والعمل هنعمل ايه امسك لي 2 3 وهاتهم لي النقطه بالليل عشان لازم نكمل الاجراءات الليله ان شاء الله حاضر يا فندم ايوه يا ابني طب ليه الارض ما تشربش الدم زي ما بتشرب الميه عمر الارض ما تشرب الدم لا مره شربته زمان قوي وبعدين ربنا لعن الارض وبطلت تشرب الدم امتى ده زمان قوي
لما ساح دم هابيل على الارض وبعدين بطلت تشرب الدم. احكي لنا ازاي يا عم نظير؟ احكي لكم يا اولادي. زمان قوي بعد ما خلق ربنا الدنيا وخلق ادم وحواء، كان لادم وحواء ولدين، اول ولدين في التاريخ، واحد اسمه قايين والتاني كان اسمه هابيل. وكانت عبادة ربنا في الزمان ده تقديم ذبيحة، خروف صغير صحيح يذبحوه ويقدموه لربنا. وفي يوم حبوا يعبدوا ربنا، قايين أخد من غلة أرضه وقدمها. اللي اتغاظ قوي من اخوه وقلبه اتملى شر، ربنا عرف الشر في قلب قايين فقال له اتغاظت ليه من اخوك علشان عمل الصح؟ خد بالك قلبك مليان شر والخطية مليان. وساح دمه في الارض والارض شربت دمه. ربنا طبعا شاف اللي حصل فنادى على قايين وقال له فين هابيل اخوك؟ معرفش، وانا يعني كنت الحارس بتاع اخويا؟ ربنا قال له عملت ايه؟ دم اخوك اللي ساح في الارض بيصرخ ليه. ربنا طردوا من الارض، طردوا من كل حتة، لا خيط ولا بيت ولا اهل، لحد ما مات ضايع وتايه في الارض. وده جزاء الظالم اللي يقتل اخوه. ودم جمال مش هيدي حضر، لازم ربنا يجازي القاتل. مات 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 يا امه مات. هو مين اللي مات يا فار؟ جمال مات يا امه، جمال مات. يا ياما حرام عليك، مباركة ياما حرام عليك، مش كده؟ ليه ازاي؟ وقع تحت القطر كلب. انت اللي وقعته؟ لا، وقع لوحده فرق. انا كنت باجي وراه اتشنكل، وقع على الفرنكات لحو القطر كلب. زعلان عليك؟ انا كان كل هم ارعب مش اقتله. انت ما قتلتوش. انا كنت باجي وراه ياما. لا ما جريتش، هو اللي جري لوحده، شافك خاف تاني. بس تفهم؟ فاهم يا ام، فاهم. رايح فين؟ مروح يا ام. طيب يا فرق، بس انت ما قربتش مني. طيب يا ام، طيب طيب. فهيمة، فهيمة تعالي اسمعي. ايه يا صابون؟ بغسل لك هدومك. طب خش جوه. ما في ايه يا حضرة الصول؟ يعني انت مش عارف سعادة البيت وكيل النيابة عايزة؟ عاوزني عشان ايه؟ لما تيجي معايا هتعرف كل حاجة. يلا يلا. فين اللي اسمه فرج؟ عندك حد صريح عند اهلك.
يندهله قصدي تبوظه سعادتك. معلش يا جنيدي ما لقيتش غيرك السعادي وصلني لابوي. انا متاكده من براءه فرج ده بيخاف يذبح فرخه يقوم يقتل جمال. ربنا رب قلوب ان شاء الله الحق هيظهر وهيبان. لازم ابويا يعرف اللي جرى ده كله قبل فاطمه تقع في الراس. عم شهد المعصراني لا يمكن يتخلى ابدا عن جوز بنته وهو دايما مع الحق. صح صح يا جنيدي. كان لازم تحصل له مصيبه زي دي. راكب دماغه وطالع في الخد وبيهددهم عمال على بطال. يا ايه الدنيا فوضى؟ يابا ما هو ماشي ورا كلام امه. خلي امه تنفع. يابا مش وقت الكلام ده يابا. احنا عايزين نساعد الراجل دلوقتي. لازم نساعده. واجب لازم نساعده. واسمع يا رضا. اوعى عقلك يوزك وتعمل زيه، ربنا على المفترق. طب بس قوم يابا، قوم. هنسيبه يغرق واحنا قاعدين كده نتفرج عليه. يا سلام. يعني وهو مفتري ما يسألش في حد ولما يقع يقول الحقوني ويصور زي النسوان. يا بابا ما قالش لحد الحقوني، ده حتى ما يعرفش اني جيت لك هنا. وعموما اذا ما كنتش عارف تساعدني انت حر، ربنا موجود. يا سلام. ما لو كان فرق بتاعك عارف ان ربنا موجود وعنده مخافه ربنا في قلبه ما كانش جرى اللي جراله. اهو اللي حصل يابا، الكلام ملهوش فايده دلوقتي. امر الله. يلا بينا على النقطه. يلا. حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان كانت بشاير الربيع فوق الغصون الملا يا قلبي يا تايه ورا وهمك ودع شقاك وقطع حبال همك وارسم على صفحتك عصفور ووردايا وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك الشريك والقلوب والنار يحرقها والرب يرفع الشعوب وخيره يرزقها ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها وهو يشبع كل اشواقها يفرد جناح